صحيح الخضرة جمال من أجمل الفنون اللي ممكن نشوفه في حياتنا، لكن تنسيقها من أهم الفنون وأجملها. ساعات يكون هواية، ساعات يكون دراسة، ساعات يكون موهبة لكل إنسان بيعشق الفن، لكن الأكيد إنه هو فن من أجمل الفنون، هو فن تنسيق الحدائق وتنسيق الألوان مع بعضها بشكل جمالي ترتاح لعيوننا. النهاردة هنتكلم في من قلب الطبيعة عن تنسيق الحديقة بشكل جمالي في كل المساحات وكل الإمكانيات. استنوا، اهلا بيكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم من قلب الطبيعه. النهارده هنتكلم عن تنسيق الحدائق، ولكن النهارده هنتكلم بشكل واقعي جدا وبشكل عملي مع باشمهندس محمد عامر اللي بنرحب بيه طبعا النهارده في برنامجنا، واللي هيكلمنا بشكل تفصيلي عن الحديقه اللي هو عملها بايده. برحب بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا يا فندم. خلينا في الاول نبدا، لو احنا عندنا مكان زرعناه وبنفكر اننا نجمله بقى او يعني نعمل حديقه بشكل متكامل، ايه اول حاجه بنفكر فيها؟ اول حاجه مبدئيا لازم نعمل ديزاين، يعني الشغل بدون ديزاين ما بيبقاش كويس. ممكن انا ابقى شايف صوره كويسه او حاجه محترمه بس هي ما تناسبش الجنينه بتاعتي، فلما بعمل الديزاين الكلام ده بيبقى واضح قدامي، بقدر اوفق كل حاجه في مكانها كويس. تمام، بعد الديزاين بنبدا طبعا مرحله ان احنا ندك الارضيه ونعمل الحفر للارضيه ونسوي الارض اللي احنا هنبتدي نشتغل عليها، وبعد الدك والتسويه بنبدا ان احنا نصب خرسانه عاديه او خرسانه مسلحه لاعمال الممرات اللي هتتم في الجنينه او اي اعمال هارد سكيب عموما، سواء شلال او برجوله مثلا او اي اعمال ممرات لازم نعمل لها ارضيه خرسانه عشان ما يحصلش هبوط بعد فتره معينه من الزرع. فانت طبيعه الحال اول حاجه بتفكر فيها هي الارضيه. بالظبط كده، لان مع الوقت طبعا الارضيه ممكن تريح، فالارض الممرات اللي انا هبقى عاملها او الشلال اللي انا هعمله يبدا يحصل فيه هبوط مع الارض ان هي ريحت بعد كده، فطبعا لازم ابقى صابب خرسانه عاديه او خرسانه مسلحه بحيث انها تعمل لي عمليه تامين للارض اللي انا هبدا اشتغل عليها. بعد الارضيه بقى بتبدا تفكر في ايه؟ بنبدا بقى نشتغل على الديزاين اللي احنا عملناه، نبدا نعمل الممرات بتاعتنا، ونبدا نعمل لو في برجوله لو في شلال بنبدا نعمله، كل اعمال الجنينه بقى بالنسبه للهارد سكيب، اعمال الاضاءه بنشتغلها. حابه نتكلم بقى مثلا على اول بند احنا بنشتغل فيه هو اعمال الممرات بتاع الجنينه. اعمال الممرات عندنا انواع كتير، منها انواع من الرخام، انواع من الزلط الرسومات، انواع من الاحجار الطبيعيه، وفي انواع من الاحجار الصناعيه. كل ده بيبقى حسب اختيار العميل وحسب الديزاين اللي احنا يعني اشتغلناه في البدايه. بنخلص طبعا موضوع الارضيات اللي احنا اتفقنا عليها ايا كانت نوع حجر او رخام برسمه معينه او بشكل معين. بنبدا بعد الاعمال الممرات في مثلا برجوله، بنبدا نشتغل في البرجوله. البرجوله لها مراحل كتير، يعني هي طبعا انا قبل ما باخدها اشتغلها في الجنينه بتيجي خشب ابيض بيروح ورشه يتقطع، بعد ما بيتقطع بيروح لاستورجي عشان يدهنه، بعد ما تخلص مرحله الدهان باخده في المرحله الاخيره هي مرحله التجميع، ان انا اجمع البرجوله في المكان نفسه. ببدا اجمع البرجوله، طبعا ارضيتها لازم تكون مصبوبه قبل ما اشتغل عليها، تمام، وببدا اجمع البرجوله في المكان وافنشها خالص، وبتاخد وش فينش نهائي بعد ما بتروح المكان، بحيث ان هي برضو مع الوقت والتركيب ممكن تتجرح ممكن يحصل فيها حاجه، فلازم ان انا ادي وش فينش بالنسبه للدهانات في النهايه خالص بعد ما بخلص. البرجوله يمكن لاحظنا انه اشكالها ساعات بتكون مختلفه، يعني ممكن تبقى مستديره ممكن تبقى مربعه، هل انت الشكل بتاع البرجوله نفسه بتبقى رسمه الاول مع الديزاين، ولا شكل البرجوله من فوق ما بيبقاش فارق قوي؟ لا بيبقى فارق كتير طبعا، لان هو انا زي ما قلت لحضرتك وانا بشتغل في الديزاين كمان بدرس اشوف الهواء جاي منين والشمس بتيجي الصبح امتى وبتغيب امتى في المكان حسب ظروف المكان، فعشان اجي اعمل برجوله مش هينفع ارميها في اي مكان، لان انا ممكن احطها في مكان هو الشمس بتخش من اتجاه فتبقى قاعده تحت البرجوله والشمس برده موجوده، فلازم يبقى البرجوله ليها مكان مناسب في الجنينه، تمام، مع تيار الهواء ومع اتجاه الشمس، بحيث ان انا ابقى قاعد فتره الصبح مثلا او فتره اخر النهار متاكد ان ان شاء الله البرجوله دي تبقى حامياني من المنطقه دي. شكل بقى التربيعه بتاعتها او ان هي تبقى مستطيله او مضلعه او معينه او الشكل ده برده بيختلف حسب مكان الجنينه، يعني انا مثلا هنفترض ان انا عاملها في ركن بعيد عن الفيلا او عن جدار الفيلا نفسه، فلازم يعني تبقى مثلا مربعه او مستطيله. عاملها مثلا على جدار الفيلا او في بلكونه بتبقى ليها شكل تاني.
فكل مكان في الجنينة بيبقى ليه شكل مختلف في بالنسبة للبرجولة عشان تأدي الوظيفة بتاعتها. الكلام اللي انت قلته دلوقتي خلاني عايز اسألك عن مواصفات المهندس، مهندس التنسيق. قلت لي انه انا بشوف الهواء والشمس، ده معناه انه المهندس نفسه يعني بيبقى ليه مواصفات خاصة بيه علشان يقوم بعمل زي ده متكامل؟ طبعا، لان هو الموضوع ده مهم جدا وفي ناس للأسف كتير بتتجاهله، بس يعني هو في الاخر لو الموضوع ده ما تمش، ان حد فاهم علميا شويه وما اتعملش ديزاين للمكان، ممكن اعمل اغلى حاجه واحلى حاجه بس عندي في المكان تبقى اسوا حاجه بكل بساطه. زي بالظبط لما ممكن اشوف لبس او جاكيت كويس جدا وغالي جدا ويعجبني قوي ويعجب ناس كتير، بس بمجرد ما البسه ما يبقاش لايق عليا تماما. ليه؟ لان انا ما جربتش هو شكله عليه عامل ازاي. فكل مكان ليه طبيعه خاصه وليه ظروف خاصه وليه مساحه خاصه، فبالديزاين وبالدراسه وبالتأني قبل ما أبدأ العمل نفسه بيطلع إنتاج العمل أو إخراجه في الآخر بيطلع كويس. طبعا التنسيق ده طبعا يعني يستلزم علينا تجميع ألوان مع بعضها، زي ما احنا شايفين يمكن النموذج اللي احنا موجودين فيه النهاردة ألوانه كلها مايلة للطبيعة، حتى البرجولة نفسها يمكن شوية اللون البني اللي هو معتادين عليه في الخشب الطبيعي أو حتى في الشجرة نفسها بنشوف اللون ده، فهو الألوان أميل إلى الطبيعة. لكن انت لما بتيجي تفكر في تنسيق الألوان بتفكر ازاي تنسقها مع بعض، وإيه اللي بيدور في دماغك أول ما بتسأل نفسك إيه يليق مع إيه وفي المكان ده بالذات؟ طبعا المكان ده بيبقى مكون من مبنى، المبنى ده عمارة أو فيلا مثلا، ومكون من سور وبوابات. فأنا لما باجي أشتغل بشتغل من هذا المنطلق، يعني ما ينفعش تجاهل لون المبنى ولا لون السور، وفي نفس الوقت أنا شغلي كله مايل للطباعة زي ما حضرتك قلتي، إن أغلب الأحجار ألوانها ما بتبعدش كتير عن بعض، بتبقى قريبة من بعض. بس وأنا شغال بعمل الديزاين ببقى واخد بالي إن في سور وليه لون وفي واجهة ليها لون، فما ينفعش اشز عنهم قوي. واغلب عندنا الرخام يعني هو بيبقى مثلا في البيجات، والنهارده الوجاه كلها لان مصر يعني بجوها اصلا ترابي شويه، فالوجاه برضو بتبقى في البيجات، فالالوان ما بتبعدش عن اللون دوت، بحيث ان يبقى في الاخر الشكل عندي طالع متناسق مع المبنى بتاع الفيلا، لان انا الممرات كلها بتبقى ماشيه مع جدار الفيلا. فما ينفعش مثلا اعمل جدار لونه احمر وانا عندي مبنى الفيلا كله الجدار بتاع الفيلا لونه بيج، فيبقى الشكل سيء قوي. فلازم يبقى فيه طبعا تناسق بين السور والمبنى وبين الارضيات اللي انا بشتغل عليها في الجنينه. في الخلفيه في يعني قاعده هي مكونه من مكونات صخريه وكلها طبعا وشلال، هي معموله بحجم متوسط، يعني هو المفروض انه انت بتختار الحجم كمان بتاع القاعدة والشلال ده، ولا بتعملها هي كشكل جمالي فقط ما بتستلزمش ان هي تكون كبيرة او صغيرة؟ لا طبعا، يعني زي ما قلت لحضرتك من شوية موضوع المساحة ده بيفرق كتير لظروف المكان نفسه. تمام، فانا يعني النهاردة ما ينفعش اعمل زحمة في الجنينة، يعني انا جنينة مش كبيرة، فعشان اجي اعمل فيها شلال كبير واعمل فيها ممرات واعمل فيها شغل بنسميه هارد، يعني اعمل فيها هارد كتير، انا كده قتلت الجنينه، ما سبتش مساحات خضراء بالظبط تاخد كفايتها. فلازم يبقى ممكن في جناين ما تسمحش بشلال خالص ولا بنافوره كبيره، بنجيب لها نوافير جاهزه عباره عن اكسسوري وحاجات صغيره خالص، وبنحطها مثلا في المدخل او في ركنه صغيره بحيث ان هي تؤدي الغرض وفي نفس الوقت ما تسحمش الجنينه بالظبط وتوفر المساحه وكمان توفر في تكلفه. فمش كل مكان بيستلزم دوت، يعني في اماكن بقى اللي مساحتها بتبقى كبيره فيها حمام سباحه فيها مساحات واسعه كبيره، فلا يعني ده مش هينفع يتساب فاضي ومش هينفع يتعمل فيه مساحات خضراء بس، لازم يبقى فيه مساحه شلال كويسه ومحترمه لان هو فيه حمام سباحه، لازم يبقى فيه اعمال هارد بكميه كبيره، جراج واسع، هو المكان ظروفه وطبيعته كده. الاكسسوارات كمان زي الكراسي مثلا والمقاعد زي اللي احنا قاعدين عليها هي كمان بتبقى اميل للطبيعه برضو في الوانها في تركيبها نفسه، بتختار ده ازاي وبناء على ايه؟ بنختار ده بناء على لو انا عامل مثلا برجوله وعايز احط تحتيها طقم كراسي او كنب. البرجولات يعني يمكن نخش فيها شويه عشان الموضوع يعني ليه علاقه بالكراسي، ليها كذا نوع، يعني في منها من الخشب الطبيعي وفي منها من الخشب اللي هو الصناعي
وفي منها حاجات كلها مايله للطبيعه زي الحلفه والسمر وقش الرز. فالنهارده لو انا عامل مثلا برجوله من الحلفه او من السمر، المفروض ان دي خامه طبيعيه جايه من الطبيعه، فمش هينفع ان انا اجيب طقم كراسي بلاستيك واحطه تحتها او 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 طقم كراسي صناعي، لازم اجيب حاجه برضو مايله للطبيعه من نفس درجه البرجوله، فبضطر ان انا اجيب لها طقم كراسي من البامبو زي اللي احنا قاعدين عليه مثلا. ده بيبقى يعني اقرب لشكل البرجوله اللي انا هحطه تحتها. برجوله مثلا معموله بخشب موسكي، ممكن اجيب لها برضو طقم كراسي من الخشب الموسكي متفصل عموله بحيث ان برضو يبقى لايق عليها. فكل برجوله لها الطقم اللي يناسبها بلونه وبالصنعه بتاعته. الحوائط احنا شايفين مزيج من الحوائط المختلفة بين أحجار ملونة وبيضة ومزيج كمان بين الاثنين. الحوائط بقى أنواعها، يعني كلمني عن الأنواع اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي، دي أنواعها ايه؟ أنواعها كلها أحجار طبيعية بتستخرج من الجبال. في حاجة اسمها هيصم، حاجة اسمها هشمة، حجر هشمة، حاجة اسمها حجر رملي، حاجة اسمها حجر فرعوني، حجر المايكا. كل الأحجار دي يعني بتتفاوت في المتانة بتاعتها والصلابة ومدى قدرتها على العزل الحراري والعزل المائي. فطبعا كل مكان بيناسبه لون حجر معين ووظيفة حجر. يعني أنا مثلا شغال في شلال، ما ينفعش لو أنا شغال في شلال طبيعي شوية مش شلال صناعي، ما ينفعش اجي اجلده بحجر هشمه، لان الحجر هشمه حجر جيري مع الميه بيبتدي يتاكل مع الوقت. فلازم يكون في حجر ناشف وصلب وعازل للميه اشتغل بيه في الشلال. بشتغل في الشلال في الغالب بنسبه 90% بحجر المايكا، لان حجر المايكا يمكن عازل الكهرباء كمان. فبنشتغل بيه في الشلال لان هو بيقدر ان هو يحمي لي الشلال من الرطوبه ومن الميه ومن من ناحيه العزل، من ناحيه حاجات كتير. بالنسبة لأعمال الحوائط، طبعا عندنا حوائط بالنسبة للأسوار بنجلد أحجار في الأسوار، وبالنسبة لوجاه الفلل ووجاه العماير في أحجار بتركب عليها. ألوانها زي ما قلت لك من شوية، بالنسبة زي ما أغلب الألوان في البيجات هي الأرضيات، في الحوائط كتير برضو مايل للبيجات ما عدا المايكا لونها يعني متفاوت شوية، في أزرقات على أخضرات، يعني هي فيها تداخل ألوان مع بعض وده بيديها قوة وبيديها يعني روعه اكتر من اي حجر تاني، لان في اقبال عليها كمان. ومقاساتها اختلفت كتير في الفتره الاخيره بصراحه، في طفره في موضوع المقاسات، ان عملوا مكن بيقطع اعمال الحوائط والاحجار لقطع صغيره جدا قد الصوابع، بحيث ان انا لو عايز حتى اشغلها في الان دور مش في الاوت دور اقدر اشغلها معايا عندي مثلا جنب في الريسبشن عايز اعمله بشكل معين، بحيث ان انا ابقى قاعد الحجر بيدي دايما راحه نفسيه. يعني هي ميزته في كده ان انا وانا قاعد شايف حجر قدامي بيخليني ريلاكس. ف اعمال الحوائط الحاجات كمان اللي هي طلعت جديده ان هم ابتكروا فيها بالنسبه للمقاسات الصغيره دي ادت شكل ليها كمان افضل بكتير من الاول. يعني طبعا الحديث عن الحدائق لسه مليان تفاصيل كتير ولسه في كلام كتير. بعد الفاصل ان شاء الله هنكمل حلقتنا ونتكلم عن كل حاجه بتخص الحديقه وباقي الاكسسوارات. انتظرونا مشاهدينا، لسه مكملين في حلقتنا النهارده من قلب الطبيعه، ولسه بنتكلم عن الجنينه وازاي ننسق جنينه بشكل جمالي زي اللي احنا شايفينه النهارده. ولسه مكمل معانا باشمهندس محمد عامر، اهلا بيك مره ثانيه باشمهندس. اهلا فندم. طبعا احنا في الخلفيه عندنا الشلال اللي هو يعتبر جزء جمالي كبير جدا من الجنينه، والشلال في نوعين طبعا، نوع طبيعي ونوع صناعي. بالنسبه اللي احنا واقفين عليه هو صناعي، تمام. طريقه عمل الشلال الصناعي بنبتدي ان احنا نصب ارضيته خرسانه، وبعدين بنجيب حديد رفيع اسمه حديد كانات، بنبدا نشكل حجم الشلال بالحديد دوت. بعد ما بنخلص مرحله الحديد بنبدا نحط نكسي الحديد سلك اسمه سلك شبك، تمام. بعد سلك الشبك ما بنخلصه بنبدا حاجه اسمها مرحله التسليخ. التسليخ دوت هو عباره عن مونه، بنبدا نمحر حجم الشلال كله بالمونه ونغطي السلك اللي احنا عملناه.
بعد ما بنخلص مرحلة المونة اللي احنا غطيناها بالشلال بنبدأ ان احنا نعمل عملية نحت عشان ندي شكل الشلال للطبيعة اكتر، كأنه شكل صخري او شكل جبلي بيدينا منظر شوية. بنخلص النحت، اخر مرحلة هي مرحلة الدهانات، بندي دهان برضو قريب من اللون الجبل او قريب من لون الصخور الطبيعية، بحيث ان في الاخر بعد ما فينش الشلال يخلص يبقى عندي احساس ان انا قاعد قدام حاجه من الطبيعه او شلال طبيعي اكتر. بس هو في الاصل طبعا صناعي زي ما قلت لك. بالنسبه للشلال، الجزء الثاني من الشلالات اللي هو الشلال الطبيعي هو عباره عن احجار طبيعيه. قبل ما بنبتدي نشتغله بنبنيه كله مباني بالطوب الاحمر، وبعد ما بنخلص مباني او صب خرسانه، يعني اوقات كتير بس دي بتبقى تكلفه عاليه شويه ان احنا نعمل حوائط كلها خرسانيه مسلحه، وبعد ما بنخلص الحوائط بتاعته من الخرسانه المسلحه او المباني بنبتدي نعزله ونمحره كله تماما زي فكره حمام السباحه بالظبط، ونبتدي نجلده رخام او نجلده حجر مايكا او نجلده احجار طبيعيه، بحيث ان في الاخر برضو يبقى مديني شكل طبيعي. بالنسبه للاقوى فيهم هو الشلال الطبيعي شويه، لاني طبعا حوائط بتاعته كلها خرسانات مسلحه، والتجليد بتاعه خامات كلها من الطبيعه، فعمره الافتراضي بيبقى اطول شويه من الشلال الصناعي. الشلال الصناعي عشان خاماته كلها متجمعه وهو صناعي فطبعا بيبقى عمره اقل شويه، بس في الاخر هي بتبقى فكره عند الزبون نفسه، هو متقبل ده او متقبل ده، وعشان كمان موضوع الاسعار بين ده وبين ده بيتفاوت شويه. لسه اسالك عن الاسعار، يعني لما بنشوف يعني مناظر خلابه زي ما احنا شايفين وهي في الغالب بتبقى من صنع جمالي او بتنسيق زي ما احنا شايفين، بنتخيل انه طبعا الاسعار يعني تفوق الحدود، خصوصا اسعار الشلالات فعلا بتبقى غاليه، ولا هي في المتناول وكل واحد يقدر يوصف الامكانيات اللي معاه في استخراج جمال الشلال معين؟ لا، هي كلها في المتناول، لاني زي ما قلت لك من شويه ان عندنا مش لازم نعمل شلال كبير، ممكن حتى لو جنينه كبيره والسعر هيبقى عالي على العميل نفسه، فانا اقدر اعمل له شلال بحجم صغير وبتكلفه قليله هيأدي نفس الغرض تمام لكن بسعر اقل. فهو سعر الشلال في حجمه مش في خامته تمام، كل ما حجمه كبر كل ما كانت الترومبه بتاعه الميه او الموتور بتاعه اكبر، كل ما كانت مستلزماته اكتر، الاضاءه بتاعته اكتر، فبيبقى سعره عالي، لكن كل ما حجمه بقى اقل فسعره بيبقى اقل. اكيد طبعا. يعني الاضاءه من الحاجات اللي دايما بتضيف مظهر جمالي كبير جدا جدا، خصوصا في الجنينه زي ما احنا شايفين. قول لي استخدامات الاضاءه بتبقى ازاي؟ الاضاءه دي حاجه مهمه قوي، لان في ناس كتير بتتجاهلها للاسف في الجناين، وبنيجي يعني بنلاقي الجنينة بالذات بالليل بيبقى ليها شكل سيء للغاية، يعني ممكن تبقى الجنينة محترمة قوي وكويسة قوي، اجي اشوفها بالليل اشوفها بشكل مختلف تماما عن اللي انا شفته بالنهار. في مثلا بالنسبة لإضاءة الممرات بندي أبلايت، الأبلايت دوت انا النهاردة ماشي في ممر محتاج ابقى شايف انا ماشي على ايه، لان الجنينة ممكن تبقى بالليل عتمة قوي. غير الأبلايت في إضاءات للسور، لازم يبقى عندي كشافات على السور كل مسافة بحيث ان يبقى برضو تحديد الجنينة نفسه يبقى ظاهر معايا. في اضاءة اسمها اضاءة الحربات، كشافات الحربة مهمة قوي للزراعات، يعني لازم يبقى عندي النهاردة عندي نخلة عندي شجرة كبيرة تظهر جمالها. بالظبط، مهم قوي ان اوجه ليها كشاف بيسمى كشاف حربة، بحيث ان يبقى انا خلاص داخل الجنينة بالليل شايف الممرات كلها متحددة بالاضاءة اللي هي الابلايتس، شايف كل الزراعات كل نخله كبيره او كل شجره كويسه انا عاملها حابب اظهرها عليها كشاف حربه لوحدها تمام، شايف اضاءات السور كلها متكامله اللي هي على مسافات متباعده. مهم قوي كمان على الجدار يبقى عندي فوانيس كل مسافه او عند البلكونات او عند الارضيه. دي طبعا في الغالب بيبقى المفروض ان المصمم اللي هو صمم الفيلا نفسه عامل الكلام دوت، ويعني ما بتخشش قوي في اللاندسكيب لكن بتبقى موجوده، مهم ان هي تكون موجوده. فالاضاءه طبعا شيء مهم قوي ما ينفعش نتجاهله تماما، لاني بيخلي الجنينه حاجه مختلفه تماما بالليل غير اللي انا شفتها بالنهار.
من الحاجات المهمة والملفتة جدا في الخلفية هو المستلزمات بتاعة الجنين. عايزك تكلمني عن المستلزمات، وهل هي بتختلف من مساحة إلى أخرى، ولا ممكن توصيف كل المستلزمات للجنينة في كل المساحات؟ لا، ممكن نوظفها في كل المساحات. عندنا مثلا بار، عندنا شواية. أنا النهاردة عندي جنينة، محتاج يبقى عندي كل مستلزمات الحديقة بحيث أن أنا أبقى قاعد فيها مرتاح. أنا ما خدتش النهاردة جنينة مثلا، أو خدت فيلا ليها جنينة، عشان في الآخر تبقى كلها سوفت بس، أو تبقى كلها هارد بس. فلازم يبقى كل حاجة متوظفة في مكانها. يعني مثلا عندي البار وعندي الشواية، طالما عندي مساحة كويسة في الجنينة أقدر أشتغل عليها، بعمل البار وبعمل الشواية. بحيث النهاردة عندي مثلا حفلة، محتاج أن أنا الناس اللي قاعدة معايا دي وقاعدين مرتاحين من غير ما يخشوا المكان في الفيلا نفسه ويبهدلوا، لا، يبقى كل مستلزماتي موجودة عندي برا. أنا مثلا عامل حفلة وبشوي حاجة، خلاص شويتها في الشواية، عندي بار التقديم وقدامه الكراسي بتاعته نقدر ناكل عليه. عندي البرجولة بتاعتي برضو بالطقم بتاعها، أقدر أنقل حاجة من هنا وأقعد تحتها وأبدأ أن أنا برضو أضيف الناس اللي أنا اللي موجودين عندي بشكل محترم. فالمستلزمات دي مهمة قوي طبعا. وزي ما قلت لك، هي يعني ممكن حتى لو المساحة ضيقة نعمل بار صغير، نعمل شواية صغيرة، فما تختلفش كتير يعني. بس هي طبعا مهمة قوي لأي جنينة. يعني النهارده طبعا يعني كلمتنا بشكل مستفيض وشكل كويس جدا عن الجنينه بتنسيقها ومستلزماتها وكل الحاجات اللي احنا محتاجينها علشان نحصل على جنينه بهذا التنسيق الجيد. انا بشكرك جدا باشمهندس محمد عامر على وجودك معانا النهارده من قلب الطبيب. ربنا يكرمك.